السلام علیکم گائیز، انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ پارہ دو رکو نمبر 30۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ بھی ثواب کی نیت سے شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به ما كان منكم يؤمن بالله يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
فإن أراد فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير